اليوم كنعقدوا هذه الندوه باش نقدموا تقرير حول العنف ضد النساء، يعني قراءه تحليليه في المعطيات اللي رصدناها في الفتره ما بين 2019 و 2021. واللي كنديروها في الحقيقه اللي فيدراليه رابطه حقوق النساء هذه 10 سنين وهي كتقدم هذا التقرير كل عام، وكذلك دابا الان ولينا كنقدموه بتنسيق مع شبكه نساء متضامنات اللي هي شبكه مكونه من مجموعه ديال الجمعيات مختلف مناطق المغرب. العنف كما كتعرفوا هو يعني انتهاك لحقوق الانسان، هو شكل من اشكال التمييز النساء، هو المعرقل الأساسي للتنمية والمساواة بين الجنسين والمناصفة الدستورية، يعني من بين المشاكل اللي خص الدولة تعطيها أهمية في البرامج، سواء الحكومة في البرنامج ديالها الحكومي أو في السياسات العمومية، باش أنه يتم الاجتثاث ديال العنف والتمييز في كل شيء، السياسات والقوانين وحتى من الموروث الثقافي. كما كتعرفوا مهم فيدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة رابطة إنجاد وشبكة نساء متضامنات استقبلوا في هذه الفترة هذه 8012 امرأة ضحية عنف أو ناجية من العنف، وكل يعني من هذا العدد هذا تم التصريح ب 41000 تقريبا 42000 حالة عنف، لحقاش كل مرة كتصرح بمجموعة ديال الحالات ديال العنف اللي كتوزع بين العنف النفسي بكل التجليات ديالو، علاقته بالحريات الفردية، العنف الاقتصادي كذلك بالتجليات ديالو، الافعال ديالو، علاقته الى بغينا نقولوا بلاكسي ولا الولوج النسائي للموارد والارث واقتسام الممتلكات، يعني قاعد المشاكل. العنف الجنسي كذلك بالتجليات ديالو حتى هو، انواع اخرى من العنف. وحنا في فيدراليه رابطه حقوق النساء في هذا التقرير طبعا ومع شبكه نساء متضامنات خرجنا بمجموعه ديال التوصيات، نقدر انا نلخص التوصيات في يعني لابد الدوله خصها تاخذ العنف اجتثاثه يعني بمسؤوليه وتعتبره اولويه، وتعتمد المقاربه الحقوقيه ومقاربه النوع في القضاء عليه والقضاء على التمييز، وخص الدوله تحمل المسؤوليه ديالها في العنايه الواجبه يعني وتعطي اولويه للنساء الناجيات للعنف، يعني من المره الاولى ملي كتجي حتى الادماج ديالها يعني في المجتمع. حنا اليوم تنقدموا التقرير السنوي ديالنا حول العنف ضد النساء، واللي من تأرخ من فترة يناير 2019 إلى يونيو 2021 كشبكة الرابطة إنجاد ونساء متضامنات وفيدرالية رابطة حقوق النساء. حنا اشتغلنا على هذا التقرير في هذه المدة هذه، وتنقدموه على هامش الأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء. هذا التقرير جاب يعني إحصائيات صادمة فيما يخص العنف ضد النساء، وهذه الارقام اللي غتشوفوا اللي غنوزعوها عليكم في هذا التقرير ماشي هي الارقام الحقيقيه داخل المجتمع المغربي، لان ظاهره العنف في ارتفاع مهول. هاد الاحصائيات ديال النساء الوافدات على مراكز الاستماع التابعه لجمعيتنا وشبكه نساء متضامنات اللي تنشغلوا بتنسيق معها، هي كما قلت ارقام ماشي هي الحقيقيه، وانما ارقام يعني من الاشتغال ديالنا اليومي معهم. هذا التقرير ديال هذه السنه اخترنا له كشعار بركه يودا، ماشي حيت امراه تعنفها وتقتلها، لان الملاحظ مؤخرا هو ان العنف ما بقاش ذاك العنف الجسدي ولا التحرش الجنسي ولا السب بالقذف والمجموعه، ولكن دابا كاين ظاهره ديال تقتيل النساء واللي هي ظاهره خطيره جدا، ونحن اليوم ندق ناقوس الخطر من اجل التدخل السريع لرفع كل اشكال العنف ضد النساء في المجتمع المغربي. وشكرا. السياق ديال هذه الندوه اللي كتعرض فيدراليه رابطه حقوق النساء ومع شبكه
رابطه انجاد الدعم في النوع وبتنسيق مع نساء شبكه نساء متضامنات. غنعرضوا التقرير اللي هو كيرصد المعطيات السوسيو اقتصاديه والنفسيه للعنف اللي تم رصده من يناير 2019 الى يونيو 2021. الوغ في هذه الفتره تم استقبال 810 من النساء وترصد فيها 41435 حالة عنف، تشكل فيها العنف النفسي المرتبة الأولى وبنسبة 46%، واحتل فيها العنف الاقتصادي المرتبة الثانية، ثم العنف الجسدي، ثم العنف الجنسي. غير باش نذكر، لان هاد المرحله او هاد الحمله عندنا شعار في فيدرالية رابطة حقوق النساء اللي هو ماشي حين امراه تعنفها وتقتلها، وهذا الشعار ما جاش عبثا وانما جا لان كاين حالات قتيل اللي شهدناها بواحد العدد مرتفع في هاد الاونه الاخيره، وهذا هو شعار حتى شعار اممي اللي مرفوع، لان ظاهره قتيل النساء كتجي وكتزيد تعمق هاد ظاهره العنف ضد النساء وهو عنف النوع بشكل خاص. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.